جاك كولين وبقية طاقم التحكيم الإنجليزي اللي أدار بحنكة كبيرة هذا الدور النهائي. يذكرنا بال 2010 مع هوارد ويب. جاني انفانتينو يتقدم المنصة الشرفية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فلورنتينو بيريز، أندريكو سينيزو رئيسي الناديين. هذه هي الكرة، يوم ليك ويوم عليك ومش كل يوم معك. صافرة إنجليزية ناجحة قوية. سيمون بيك، جاك كولين أدوا الأداء اللازم كقضاة لهذه المباراة النهائية. فيليبي سادا سبع ملك إسبانيا يحضر التتويج الإسباني بألوان ملكية للريال في حضور لعديد المدربين كما مارتشيلو ليبي، فابيو كابيلو. ودافيد تريزيغي، دييغو سيميوني، جان أوبلاك، سافيتش، جيرمان بورغوس وراء دييغو سيميوني. أكيد غضب داخلي بعدم التتويج للمرة الثانية، ليس في كل عام الوصول إلى الدور النهائي. صال لم يتمكن أي فريق منذ 89 مع ساكي والميلان من التتويج مرتين بهذه الكأس ذو الأذنين. سيميوني يتلقى، أكيد ليس سعيد. كوكي، كوان فران، فرناندو توريس، تياغو مينديز، كاراسكو. أوقات صعبة في تاريخ أتلتيكو مدريد. ثالث دور نهائي يخسر الفريق بعد 1974 ضد بايرن ميونخ، بعد 1900 وبعد 2014 ضد ريال مدريد، والآن 2016 ضد نفس الفريق ريال مدريد. بينما الريال مشاهدينا الكرام 14 مرة في الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال لم يعرف الخسارة إلا ثلاث مرات. 1962 ضد بنفيكا، هذه هي 1981 ضد ليفربول بهدف كينيدي. يان أوبلاك يغادر، وضد إنتر ميلانو 1964 ثلاث مرات تخسر فيها الريال الدور النهائي. بنفيكا 62، إنتر ميلانو 64، وليفربول 1981. جيل جديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رحيل جوزيف جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي المعاقبان. زين الدين زيدان اول مدرب في تاريخ الكرة الفرنسية يكسب الريال دوري ابطال اوروبا في الموسم الاول بتحمل مسؤولية التدريب للمرنجي. نجم الكرة العالمية زين الدين زيدان صاحب الكرة الذهبية 1998، بطل العالم على المنتخب الفرنسي 1998، الفائز بكأس رابطة الأبطال الأوروبية كلاعب في 2002. يتقدم كذلك كارفاخال، توني كروس، ماتيو كوفازيتش، كل نجوم الريال. ليلى رويال، رويال يا الريال، احكم بأحكامك يا سلطان، احكم بأحكامك. الزمان زمانك والمكان مكانك. أوروبا وسقف العالي للريال، العناق للريال، إبداع ريال زين الدين زيدان، برشا برشا فنان. سعادة لا توصف لزيزو. مارتشيلو يجدد العهد، فلورنتينو بيريز أسعد رئيس في العالم ينال ذو الأذنين مرتين في عامين 2014 و 2016. كريم بنزيما عاد رجالات البي بي سي، اكيد فرحة كبيرة للنجم الدولي الفرنسي ذو الاصول الجزائرية. توريس يتابع ابداع ريال مدريد. رافائيل فاران لم يشارك في هذا الريان لكنه رجل الامان في المستقبل للمرنجي. دانيلو البديل لكارفاخال. لحظات الان مشاهدينا الكرام وسترفع كأس ذو الاذنين بفرحه كبيره ل
جماهير ريال مدريد. إذن كاسيميرو لوكا مودريتش أنتوان غريزمان، هذا هو ماتيو كوفازيتش، ألفارو أربيلوا يغادر من الباب الكبير بعد الفوز بلقبين لكأس رابطة أبطال أوروبا. ستنطلق الأفراح في الكورت إنجليز في كل المقاهي المدريدية التابعة للريال. لمبراتو، السلطان، التورنادو، الماتادور، الدون، المرعب، المفزع، غاز الشباك، الفتاك، القاب شوي عليك يا رونالدو، ايش ما زلت تحب. هذا هو المقاتل، هذا هو الروح الملكية لسيرجي راموس كابتن الفريق. اذا مشاهدينا الكرام، اللحظات التاريخية تأتي الآن، سترفع ذو الأذنين بعد لحظتين. راموس سيصعد على سقف الكرة الأوروبية لرفع الكأس الغالية. جياني إنفانتينو يتابع عن قرب رفع الكأس. هذه هي الكأس الغالية، راموس في لحظات تاريخية سيرفع الكأس الغالية، يرفع الريال الرويال على السقف الكرة الأوروبية. ريال مدريد ب 11 لقب في فريق الذهب، هو سلطان اللعبة الشعبية. احكم يا الريال بأحكامك، واصل السلطنة في زمانك. هذا هو الريال رويال، ريال الدلال، ريال خيال كل الخيال. ألف مبروك لعشاق ريال مدريد، حظ أوفر لعشاق أتلتيكو مدريد في قادم المواعيد. هكذا مشاهدينا الكرام ينزل الستار على المنافسة الأوروبية الأغلى بتتويج صاحب التتويجات الأكبر، هو ريال الغرام، ريال الأقدام، إل جالاكتيكوس بفلورنتينو بيريز. الشامبيونز ليج تبوح بالأسرار مع نهاية المشوار في ميلانو. لأول مرة يفرح الريال في مدينة ميلانو في ملعب جوسيبي مياتزا. لم يبقى لنا مشاهدينا الكرام إلا أن نودعكم في هذه اللحظات، على أمل أن نعيش معكم أجواء كبيرة في اليورو، بطولة أوروبا القادمة للأمم في فرنسا، بحضور نجوم الريال الدورية للمنتخب الإسباني، أولهم راموس بكل تأكيد كابتن فريق ريال مدريد. أجواء عالمية رائعة وملكية بحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، يتوج بها الريال في أعقاب هذا الموسم الطويل من كأس رابطة الأبطال. ينقذ ريال موسمه بعد أن خسر الدوري وخسر كوبا ديل ري، يتوج بالكوبا ديل أوروبا. إذن لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية في انتظار قادم المواعيد الكروية. أترككم في رعاية الله مع هذه الأجواء الفرحة والمسرورة للأبيض المرينجي الكبير ريال مدريد.